موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاتصال تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث استعرض الرئيسان آخر المستجدات في هذا الصدد. وأكد الرئيسان ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة. كما أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل. ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر، وشدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعي الإنسانية الكارثية على حوالي 1.5 مليون فلسطيني بهذه المنطقة. كما حذر الرئيسان من خطورة توسيع الصراع على المستوى الإقليمي، ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لنجاح انتقال موظف الدولة للعمل بالعاصمة الإدارية عبر تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين، سواء من خلال توفير الوحدات السكنية لهم بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر وبالحي الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو من خلال صرف بدل انتقال نقدي شهري للعاملين غير الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، وبحيث لا دار أي موظف. جاء ذلك خلال تفقده الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على توفير كافة الخدمات بالمشروع بما يحقق الاستقرار الكامل للأسر المنتقلة. انطلقت اليوم فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تحت عنوان الاقتصاد المصري تحديات وأولويات، وبحضور عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين وعدد من الوزراء والمسؤولين في 4 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطاع الأعمال العامة والعقار ومواد البناء والاستثمار الرياضي. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور وزراء المالية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام ومتخصصون في الشؤون الاقتصادية والاستثمار، عقدت مؤسسة أخبار اليوم مؤتمرها الاقتصادي السنوي في نسخته 10 والذي يأتي هذا العام بعنوان الاقتصاد المصري تحديات وأولويات. الحوار مهم جدا لانه كل واحد بيبقى ليه وجهة نظر مرتبطة بقى بخبرته مرتبطة بفهمه وبالتالي كل واحد لما بيقول شايفها ازاي في ضوء الخبرة بتاعته وفي ضوء التحديات وكده ممكن بنقدر نوصل لتصور يعني عملي وتصور قابل للتطبيق للتعامل مع التحديات. وخلال النسخ الماضية اعتقد كان هناك من الطلبات للتعامل مع بعض التحديات أنجز بعضها، هنكمل الجلسة دي إن شاء الله بإذن الله أو النسخة دي. مثل هذه المؤتمرات بتدينا فرصة النهاردة للحوار مع أطياف كتير. النهاردة أنا عايز النهاردة أشجع القطاع الخاص، محتاج أسمع من القطاع الخاص النهاردة رؤيتك إيه. فمثل هذه المؤتمرات والاجتماعات بصفة دائمة ومستمرة هي اللي النهاردة بتقدر النهاردة تطلع منها لوجهة نظر يعني ما بين الطرفين نقدر نحققها إن شاء الله بإذن الله. واحدة من الحلول إن إحنا نطرح طبعا استثمار ومشاركة القطاع الخاص، دي حاجة أساسية وتوجه الحكومي والاستفادة للشركات أو من القطاع الخاص من الأصول اللي موجودة في ملكية الدولة، مشاركة القطاع الخاص في الإدارة في أصول الدولة، مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارات أو بالنهى أو بالتسويق، طبعا حاجة مهمة جدا. بالتأكيد أن يتم عقد المؤتمر لمدة 10 سنوات على التوالي واستمرارية انعقاده، ده يعتبر نجاح كبير للمؤتمر، وأنا الحقيقة بوجه الشكر للقائمين عليه من بدايته حتى هذا اليوم. المؤتمر هذا العام بيأتي وسط تحديات كبيرة، أزمة اقتصادية عالمية، منطقة مضطربة، أحداث في السودان في ليبيا،
عدوان غاشم على أهالينا في غزة، اضطرابات في البحر الأحمر وأثرت على سلاسل الإمداد وبالتالي أثرت على قناة السويس. مصر في القلب من كل هذا، في أزمة اقتصادية وفي تحديات كبيرة، إن شاء الله قادرين على تجاوز الأزمة، قادرين للعبور إلى بر الأمان. المؤتمر بيناقش اليوم الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال وارتفاع أسعار مواد البناء وتأثيرها على صناعة العقار، وفي جلسة خاصة بالاستثمار الرياضي. المؤتمر من ساعة ما بدأ في 2014 برعاية السيد رئيس الجمهورية، والمؤتمر دائما بيناقش أهم قضايا الاقتصاد الوطني. الاقتصاد المصري تحدياته أولويات، احنا متفقين جميعا قيادة وشعب على أنه الاقتصاد دلوقتي وضعيتنا الأولى. توجيهات السيد رئيس الجمهورية كانت واضحة كمان للحوار الوطني أن تبقى الأولوية لمناقشة القضايا الاقتصادية. من هنا المؤتمر بيجي السنة دي كمان في توقيت مهم جدا، لأن الاقتصاد دلوقتي هو اللي كل الناس بتكلم عنه، وهو القضية الحقيقية اللي محتاجين كلنا نتكاتف أن احنا نناقشها وأن احنا نوصل لحلول مبتكرة فيها. زي ما شفتوا في الجلسة الافتتاحية، الحكومة موجودة، مجتمع رجال الأعمال موجود، مجتمع الصناعة موجودة، كل القضايا اللي تخص الاقتصاد موجودة على طاولة المناقشات في الجلسات. جذب الاستثمارات، تخفيض الأسعار، تخفيض التضخم، برنامج الطروحات، دعم القطاع الخاص، الحقيقة كلها موضوعات موجودة للمناقشة. وزي ما شفنا كمان الحكومة أكدت التزامها بأنها تنفذ التوصيات التي تصدر عن هذا المؤتمر، وده عهدنا مع الحكومة الحقيقة على مدار 10 سنين منذ انطلاق المؤتمر، أن دايما التوصيات التي تصدر عن المناقشات في هذا المؤتمر دايما بتتحول إلى برنامج عمل، بتتحول إلى ورقة الحكومة بتنفذ، وشفنا بتنفذ على مدار السنوات الماضية جزء كبير من هذه التوصيات تحول إلى قرارات بالفعل. المؤتمر في نسخته العاشرة بيثبت نجاح هذا المؤتمر، وإحنا الوضع الاقتصادي المصري دلوقتي محتاج مثل هذه المؤتمرات، وجود خبراء، وجود الوزراء والحكومة مشاركة بتمثيل جيد من المجموعة الاقتصادية. طبعا هنسمع في الجلسات القادمة حلول وبعض الاطروحات من المهتمين في الصناعة وتحدياتها، الاستثمار الخاص سواء كان محلي أو أجنبي، وإن شاء الله رب العالمين نخرج بتوصيات معتبرة من هذا المؤتمر. جلسات نقاشية عدة تضمنها المؤتمر، وأطروحات تعرض كافة وجهات النظر بعيون متخصصون، ونقاشات جادة ستؤتي ثمارها بعد خروج التوصيات الخاصة بالمؤتمر، والتي سيكون لها مردودا إيجابيا على الاقتصاد المصري. بحث وزير الخارجية سامح شكري بشكل موسع خلال لقائه مع وزير الدولة بولاية بافاريا الألمانية للشؤون الفيدرالية والإعلام رئيس ديوان مستشارية الولاية فلوريان هيرمان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وولاية بافاريا، وذلك على هامش مشاركته في الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن والذي تستضيفه الولاية بمدينة ميونخ. وأكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الولاية لما تمثله من مركز للثروة والتصنيع في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن كون مصر أحد أهم الشركاء التجاريين للولاية في إفريقيا والشرق الأوسط. كما شهد اللقاء أيضا تبادل الرؤى والتقييمات حول تطورات الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث حرص وزير الخارجية على إطلاع هيرمان على محددات الموقف المصري إزاء التعامل مع هذه الأزمة والجهود المبذولة على مختلف الأصعدة للوصول لوقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع، وهي الجهود التي كانت محل تقدير وزير الدولة الألمانية مشيدا بالدور الإقليمي لمصر كركيزة للاستقرار في المنطقة. في إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، أطلقت الوزارة المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 40% وبجودة عالية، وتستمر فعاليتها من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان. وفي النادي بروح وقلب احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا لو تحتاجينا بتلاقينا. المبادرة بتوفر للعملاء جميع الأصناف الاستراتيجية بأسعار خاصة ومتوفرة بكميات كبيرة. نشكر طبعا وزارة الداخلية والسيد رئيس الجمهورية على الاشتراك في المبادرة
وبتوفير السلع وبالأسعار المميزة دي. أي مواطن هيخش سلسلة مع لا شعار مبادرة كلنا واحد هيلاقي فرق تخفيضات كبير جدا بالنسبة للسلع الموجودة. وأهم من التخفيضات هي إتاحة السلع بكل أنواعها بكميات يحتاجها المواطن في داخل رمضان. نشكر وزارة الداخلية وسيادة الرئيس على دعمهم لينا للمشاركة في مبادرة كلنا واحد للمرة الأولى للمساهمة في التخفيف عن المواطن المصري والمساهمة بتقديم أفضل المنتجات بأفضل الأسعار وتخفيضات كبيرة خلال الفترة الحالية حتى نهاية شهر رمضان إن شاء الله. ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل إلى 2031 منفذا وست معارض رئيسية و44 معرضا فرعيا و67 شادرا بمختلف محافظات الجمهورية، وجاءت مشاركتهم من منطلق وطني وبالتنسيق مع وزارة الداخلية حرصا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وجميعها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها. المبادرة دي هي الداعم الحقيقي للمواطن المصري في الأسعار، وفي نفس الوقت هي المنافس القوي للسوق الموازي. وجود البضائع عندنا بكميات كبيرة وبكميات ضخمة بيدي رسالة طمأنينة للناس كلها. والله في كل حاجة، بس أنا خدت اللي أنا عايزه بس، السكر والرز. بصراحة موفرين كل حاجة، والسلع والرز والسكر كل حاجة متوفرة، والسمنة والزيت وكل حاجة متوفرة. بودرة زي الفل والحمد لله، الحاجات متوفرة، السكر ب 27 والرز ب 25. شكرا للسيد رئيس الجمهورية على مبادرة كلنا واحد، والسلع الحمد لله متوفرة. مبادرة كويسة وفيها كل حاجة رخيصة، رز 25 والسكر 27. المبادرة دي جميلة، كلنا واحد دي حلوة، بس عاوزينها تستقر، مش أيام رمضان وبس، احنا عاوزين أيام رمضان وفي العيد الكبير والعيد الصغير، ليه في استغلال بره. مبادرة طيبة وجهد مشكور من وزارة الداخلية توفير السلع. وسط إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة، كان الإقبال على شراء السلع المعروضة في إطارها والتي تتسم بالوفرة والجودة والأسعار المخفضة والتي تمكنهم من شراء متطلباتهم بأقل تكلفة قبل بداية الشهر الكريم وخلاله. نزلت النهاردة معرفة مبادرة كلنا واحد هتبدأ النهاردة، نزلت أجيب احتياجات المنزل، وصراحة لقيت كل حاجة متوفرة هنا. نعرف السلع التجارية جنبي، الرز وسكر وكلها بأسعار جميلة، أسعار أرخص من بره. نشكر الرئيس السيسي، رئيس عظيم والله، إن عمل لنا المبادرة كلنا واحد، جعلت كل فئات الشعب تشتري كل الأصناف وبأسعار مخفضة جدا. مبادرة كلنا واحد مبادرة كويسة جدا، بحيث إن إحنا بنلاقي كل احتياجاتنا بأسعار مخفضة جدا عن اللي موجود في الأسواق بره. بنلاقي كل السلع اللي إحنا محتاجينها. أنا استفدت جدا جدا من المبادرة، غير اي سعر بره خالص، جبت سكر ومكرونه والرز واليميش رمضان كله، بجد الاسعار فعلا فعلا جميله. في هذه الاثناء تواصل منظومه امان التابعه لوزاره الداخليه توفير كافه انواع السلع من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهوريه باسعار مخفضه. كما قامت منظومة أمان بطرح عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50%. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. ملابس أمان كلها إن شاء الله، يعني الحمد لله كل حاجة فيها أسعار أرخص من بره، وكل حاجة موجودة فيها ومتوفرة فيها. لا، السعر الكرتونة موفر كتير عن بره، وأسعار رخيصة في أمان بصراحة ربنا. حاجات اللي هو منفذ أمان بصراحة بنشوفها أحسن من بره، والجودة بتاعتها بتبقى زيها زي أحسن من حاجات كتير بره. وبالنسبة للكرتونة بتاعت كلنا واحد كويسة جدا، وأسعارها فعلا فرق كتير جدا. تعد مبادرة كلنا واحد داعم اجتماعي رئيسي للمواطنين في كافة مراحلها، حيث تحرص وزارة الداخلية من خلالها على دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية لهم. لو